جاء عند الترمذي وعند أحمد من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا غم، فدعا ربه وقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله فرجا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال عليه الصلاة والسلام: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا مفتاح لما نحن فيه، وهو أن من أسماء الله جل وعلا ما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا من الخلق، ولهذا يفتح الله جل وعلا على رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عند سجوده عليه السلام تحت العرش بمحامد لم يكن الله قد فتحها على أحد من قبل، فيقال له يومئذ: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد هذا أيها المؤمنون، نقول إنه حتى يعلم العبد معاني أسماء الله الحسنى فليعلم لا يمكن معرفتها بطريق أعظم من طريق القرآن، فيأتي المسلم للقرآن وقد تضمن القرآن ثناء الله على ذاته العلية وتمجده جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فيقرأ العبد الآية ثم يرى بما ختمها الله، فيجد أن الله ختم غالب الآيات بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإذا تدبر خاتمة الآية مع أولها والسورة كلها تبين له أي معنى جليل لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الله جل وعلا من أسمائه الحسنى الغفور والرحيم والشكور والودود، وهذه الأسماء الأربعة وردت منثورة في كتاب الله جل وعلا في مواطن عدة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أول ما تليخ عنده المطايا أن تعلم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة سعة رحمة الله جل وعلا، وأن العبد إذا اقتحم الإثم وتجرأ على المعصية ثم تاب إلى ربه واستغفر وكانت توبته توبة نصوحة غفر الله له برحمته الذنب، ولم يجعل الله لتوابع الذنب على عبده فلا يحال بين العبد وبين التوفيق إذا كان ذلكم العبد قد تاب توبة نصوحة.